بسم الله الرحمن الرحيم. فيبحثون عن هوامضي وخ
مسائلهم وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا ما يعنيني في هذه الأزمة أن أشدد الإيمان في القلوب وأن أملأ القلوب إيمانا بربنا وإيمانا بقدره خيره وشره. فما وقع في مصر أيها الأفاضل من أحداث متلاحقة بل وما يقع في الكون كله لا يقع إلا وفق الإرادة الكونية القدرية. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تسقط ورقة من شجرة أو من نخلة لا في مصر فحسب بل في الكون كله. ولا تحمل أنثى ولا تضع لا في مصر فحسب بل في الكون كله إلا بأمر الله جل وعلا وبقدره وتحت سمعه وبصره. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره وما من نهر ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في قعره. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يغفر القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحق وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا بد أن تعلم أخي الحبيب ووالد الفاضل أن الله جل وعلا يقول كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما وينصر مظلوما ويذل ظالما ويغني فقيرا ويسلب غنيا ويقيل عثرا ويستر عورا ويذهب بحاكم وياتي بحاكم ويذهب دوله وياتي بدوله ويسوق المقادير بين الناس التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة
فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال ربنا جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا ينبغي، وهذا أؤكد وأركز عليه، أن نردد هذه الكلمات: إنها إرادة الشعب، إنها إرادة الشعب، إنها إرادة الشباب، إلى غير ذلك، قبل أن نقدم على إرادة الشعب وإرادة شبابنا وأولادنا إرادة ربنا جل وعلا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما حدث في بلدنا وما يقع في الكون إنما يقع وفق الإرادة الكونية القدرية. فلا تقدم إرادتك أنت على إرادة الله، ولا تقدم إرادة الشباب ولا إرادة الشعب على إرادة الله. فلولا أنه جل وعلا أراد وقضى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ما وقع في كونه ولا في بلدنا ما وقع. فالكون كونه، والملك ملكه، والحكم حكمه، والتقدير تقديره، والتدبير تدبيره، والقضاء قضاؤه. لا بد أن تعلم أنه جل وعلا هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند حسنه الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أشددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فلا تسود دولة ولا يسود حاكم، ولا تزول دولة ولا يزول حاكم إلا بأمر الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. الله جل وعلا يغار للمظلومين وغار للحق، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على المظلومين والمستضعفين في الأرض، ليس أحد أغير عليهم في الأرض من الله جل وعلا. الله يغار. ومن أعجب ما قرأت وذكرت في الأيام الماضية لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبت، بعد الملك والعز والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له خالد بن برمك: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ذكرت اليوم لإخوانكم في خطبة الجمعة في نكرنس، قلت: انشغلت كثيرا بصورة بعض رموز الفساد، وأنا لا أحب بطبعي وخلقي أن أسمي أسماء. شغلت كثيرا بصورة أحدهم على سطر الصفحة الأولى لجريدة الأهرام والأخبار والجمهورية وهو يمسك في يده كيسا صغيرا، كلكم رأى الصورة. فانشغلت وسألت: ما هذا الكيس الذي يحمله؟ وبكيت حينما قالوا لي: هذا الكيس الذي يحمله هو حصته من الطعام التي صرفت له من السجن. قلت: طعامه في كيس بعد الموائد الفخمة الضخمة، إنها آية تستحق التدبر والتفكر. كنا نقول: الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه
يكون في مثل هذا ولا يصدقون، بل وربما يسخرون ويعجبون، لأننا ننظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا لأعمار الأفراد، وهذه نظرة قاصرة، لأن من نظر إلى عمر الأمم أو أعمار الأمم من خلال نظرته لعمر الفرد قد يصاب بحالة من الإحباط أو بحالة من اليأس أو بحالة من الهزيمة النفسية. فلا ينبغي أبدا أن تشك لحظة في أن الله جل وعلا يمهل، لكنه لا يهمل. فمهما طالت مدة الظلم ومهما استشر الفساد ومهما انتشر الظالمون، فإن أخذ الله تبارك وتعالى لهم، انتبه، سنة كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فكلا أخذنا بذنبه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ الآيات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الآيات. وهكذا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل النفس في هذا المحور مع أنه أهم المحاور لدي، فلا يعنيني في هذه الأزمة أكثر من أن أشدد الإيمان بالله في القلوب، وأكثر من أن أملأ القلوب ثقة في كلام ربنا وثقة في كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا المحور أيها الأفاضل أقول: مصر بلدنا، ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لوزارة، وليست ملكا لحكومة. مصر ملك لشعبنا، ملك لأولادنا، ملك لأطفالنا. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نشواها. مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الصالحين، مصر أرض الصديقين والصديقات. مصر شرفها ربنا فذكرها مع بلدان قليلة جدا في قرآنه، ومن أجمل الآيات حكاية عن نبي الله يوسف، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. مشى على أرضها نبي الله إبراهيم، ونبي الله إدريس، ونبي الله إسماعيل، ونبي الله يعقوب، ونبي الله موسى، ونبي الله يوسف. ومشى على أرضها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش على أرضها ومات في ترابها كثير من الشهداء والعلماء والأولياء والصديقين والصديقات. فعليها عاشت أم عيسى مريم عليها السلام، وأم موسى عليها السلام، وعاش على أرضها مؤمن وآل فرعون، وعاش على ترابها ماجدة ابنة فرعون. فمصر أيها الأفاضل أرض شرفها ربنا، وفيها طور سيناء الذي ناجى فيه نبي الله موسى رب الأرض والسماء، وناداه وكلمه ربنا تبارك وتعالى. وفيها النيل الذي رآه نبينا الجليل ليلة الإسراء والمعراج في الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار، نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ فقال جبريل: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. نعم أيها الأحبة، مصر هي قلعة الإسلام الحصينة، هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي. مصر
أصيبت أبدا بأزمات البخل. مصر بلد الجود والكرم والوفاء والعطاء. يجب على شبابنا وأجيالنا أن يعرفوا قيمة هذا البلد وقدر هذا البلد. لما أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يطلب فيه المدد لأهل المدينة، وقام عمرو بن العاص خطيبا في جامعه العامر يحث أهل مصر على البذل والعطاء والسخاء، فأخرج الفقراء قبل الأغنياء ما في بيوتهم من طعام وشراب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. وقام عمرو بن العاص ليكتب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة أولها عندك وآخرها عندي، أولها عندك وآخرها عندي. تفضل يا شيخ، تفضل السؤال الشيخ. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وحملها بالهدايا والعسل
ورزقه الله منها إبراهيم، وأما الرحم فإنها هاجر، فلقد أرسل بها حاكم مصر لسارة وهي زوج إبراهيم، فتسرى بها إبراهيم الخليل وأنجب منها إسماعيل. فهاجر أم العرب خرجت من مصر، فكل عربي مسلم له في مصر رحم، وهاجر هي أستاذة اليقين للدنيا، هاجر هي أستاذة اليقين للدنيا، هي التي علمت الدنيا اليقين حين قالت للخليل إبراهيم: إلى من تتركنا بهذا الوادي؟ فرفع رأسه إلى السماء، قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه يعني نعم، قالت: إذا لا يضيعنا. أنا أقول هذا لأؤكد لكم أن اليقين ما خرج إلا من مصر، ما خرج اليقين إلا من مصر. حري بمن يعيش على هذه الأرض الكريمة ويعيش في هذا البلد الطيب أن يحفظ هذا البلد وأن يصون مقدراته ومكتسباته وممتلكاته، وألا يكون معول هدم أبدا، أو معول تخريب، أو معول فساد وإفساد. هذا الذي نراه الآن من ظهار بعض قطاع الطرق والمفسدين، لا يرغبون في أهل هذا البلد إلا ولا ذمة، ولا يرغبون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستغلون الانفلات الأمني استغلالا رخيصا. وخرج هؤلاء ليروعوا الآمنين وليزعزعوا الأمن في قلوب النساء والأولاد والأطفال، بل ويعتدي بعضهم على الأموال والأرواح والدماء، وهذا أمر بشع وأمر خطير. فمصر أيها الأفاضل ليست ملكا لرئيس حتى ننتقم من هذا البلد، وليست ملكا لوزارة حتى نثأر من البلد، وإنما هي ملك لشعبنا وأطفالنا وأجيالنا، ويجب علينا نحن المسلمين أن نحمي هذا البلد بدمائنا وأرواحنا، وأن نحفظ عليه ماله، وأن نحفظ كل مقدراته وممتلكاته ومكتسباته. يجب علينا أن نعي هذا الدرس لنبدأ من جديد في إدارة دفة العمل وإدارة دفة الإنتاج. لا ينبغي أن تتعطل دفة العمل أبدا، ولا يجوز أن نعطل الإنتاج في أي شركة أو في أي مصنع، حتى ولو كنا نطالب بحقوق المشروع، حتى ولو كنا نطالب بمظالم حقيقية. فهذه الاعتصامات والاحتجاجات في الشركات والمصانع التي تعطل العمل فعلا وتزيد النزيف نزيفا، لا يجوز أبدا لأهلها، وإن كانت مطالبهم مشروعة ومظالمهم حقيقية، لا يجوز أن يعطلوا العمل حتى يحصلوا على ما يريدون في ظل هذه الأزمة التي تحياها بلادنا وتعيشها أمتنا. بل يجب على الجميع الآن أن يتصرف بعقل وحكمة ومسؤولية، وأن ندير جميعا دفة العمل ودفة الإنتاج ودفة التنمية، وأن نعلم أن التغيير لا يمكن أن يكون في يوم وليلة. فالفساد الذي كان عمره يزيد على 30 عاما لا يمكن أن يتغير في 30 يوما أو في 30 شهرا، وإنما ينبغي أن نعلم أن التدرج سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. فلقد خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، لنعلم أن التغيير سنة ثابتة بالتدريج أو بالتدرج. تلك السنة لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. فلا يجوز أبدا أن نعطل العمل وأن نوقف دائرة التنمية وعجلة الإنتاج حتى يحصل كل فرد أو تحصل كل فئة على حقوقها ولو كانت
مشروعا ولو كانت مظالمهم مظالم حقيقية، بل يجب أن نبدأ التغيير، كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه. لقد أعطتنا هذا البلد الكثير والكثير، وحان وقت العطاء منا نحن كأفراد. يجب أن تعطي البلد الآن في وقت أزمته، لا أن تظالم البلد الآن في وقت أزمته. ليس معنى ذلك أنني أقول لا ينبغي أن نحاسب المفسدين، كلا، ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا بد من قصاص عادل، لا بد من محاسبة أهل الفساد محاسبة عادلة بلا ظلم ولا تشفي. فلا يجوز أن نعالج الظلم بظلم، وأن نعالج القهر بقهر، والفساد بفساد، وإنما يجب علينا جميعا أن نبدأ التغيير في كل موطن من مواطن الحياة، وفي كل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، حيث يوجد كل فرد في هذه المؤسسات. فلا ينبغي أن نتهم كل فرد في مؤسساتنا بالظلم أو بالفساد، بل نحاسب المفسدين فقط، ونتعامل مع الشرفاء في كل هذه المؤسسات تعاملا يعيد الثقة، يعيد الثقة بين الشعب وبين كل هذه المؤسسات مجتمعة، لنبدأ العمل، لنبدأ التغيير الحقيقي. وأقول لكم وأدين لله بهذا، مهما تغيرت مواد الدستور ومهما وضعوا من القوانين، وأنا لا أقلل من شأن هذا التغيير والتعديل أبدا، إذ لا يقلل من شأن هذا إلا ساذج سطحي، لا أقلل من شأن هذا التغيير أبدا. ومع ذلك أقول لو غيروا الدستور كله ووضعوا كل يوم مجموعة من القوانين، لن تغير من الواقع شيئا إلا إذا تغيرنا من داخل نفوسنا. قال الله عز وجل: إن الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نبدأ التغيير حالا. منذ 20 يوما مضت، هل تغير فيك شيء؟ هل عاهدت ربك على التغيير؟ هل عاهدت ربك على التزكية للنفس والتطهير للنفس من كل الرذائل؟ هل عاهدت الله على تغيير الكذب والغش والظلم والفساد والرشاوة والرياء والخيانة؟ هل عاهدت الله على تحقيق الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والبر ومحاربة الرشاوة والفساد والمفسدين؟ هل عاهدت الله أن تغير من سلوكياتك فعلا؟ أن تحافظ على ماء النيل، ماء الترع، لا تحول فيه الصرف الصحي، أن لا تلوث مكانا تجلس فيه في حديقة عامة، أن تحافظ على نظافة شارعك، أن تحافظ قبل كل ذلك على طهارة قلبك وطهارة عينك وطهارة لسانك وطهارة جوارحك من كل ما يغضب الله عز وجل. لابد أن يبدأ التغيير بنا، لابد أن يبدأ التغيير من داخل نفوسنا ومن داخل بيوتنا. لابد أن نعلم أن الله جل وعلا لن يغير حالنا ولن يغير واقعنا إلا إذا تغيرنا نحن بالفعل، وصححنا ما فسد وعوج من الأخلاق طيلة السنوات الماضية. هذه البداية الحقيقية للتغيير، ثم لنطرح الشك جانبا. فالشعب الآن كله يشك في الشعب كله، لا يتكلم أحد إلا ويخرج آخر ليطعن في كلامه وليطعن في نيته، وتثور الآن حالة من الشك والريبة. والأصل أن نقدم حسن الظن. أنت لك اجتهادك وغيرك له اجتهاده، لا تتهم أخاك في نيته، بل تحرك وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا. وأقصد بقولي لا تكن سلبيا يعني لا تخذل غيرك، بل تحرك للدين، للدعوة،
لتعليم الناس، لتبصير الناس بفقه المرحلة المقبلة. وأحسن الظن بإخوانك، المهم أن تقدم لدينك شيئا ثم لبلدك شيئا. كن إيجابيا بأي صورة من صور الإيجابية، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بتصحيح بعض المفاهيم وتصحيح بعض الأخطاء. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وربنا جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأناشد الآن شباب الإسلام في مصر على اختلاف انتماءاته وأطيافه وطوائفه، وأقول لهم أناشدكم الله أن تتحدوا وأن تتفقوا وأن تتنازلوا عن الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام. فالاختلاف في مسائل الفروع والأحكام اختلاف سائر مقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لابد من أن ننبذ العصبيات الآن، وأن نسقط الآن الرايات إلا راية التوحيد والإسلام. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. لا تتحسب ولا تتعصب، فجماعتك التي يجب أن تشرف بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين، وإمامك هو إمام الهدى ومصباح الدجى وسيد النبيين والمرسلين. أما العلماء اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وكل يؤخذ منه يرد عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ويقول أيضا في مشروع الفتاوى: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء، لا تتعصب بالباطل، وإنما دور مع الدليل حيث دار، وكن مع الحق حيث كان. إن لم يجتمع شبابنا المسلم بكل أطيافه الآن ورب الكعبة، وسامحوني في اللفظة، سنداس بالأقدام. إن لم نلتقي الآن فمتى نلتقي؟ إن لم نجتمع الآن على الأصول والأركان والثوابت فمتى سنلتقي؟ الكل اجتمع، والكل التقى، والكل اتحد. أين شبابنا المسلم؟ على اختلاف انتماءاته وأطيافه، لماذا لا يلتقي شبابنا المسلم في مرحلة حرجة تصاغ فيها أمة وتصنع فيها أمة؟ التقى العلمانيون والليبراليون والشيوعيون والماركسيون، كل الفئات التقت، لماذا لم يلتقي شبابنا؟ لماذا لم يجلس شيوخنا؟ ولذلك أنا أناشدكم الله أنتم يا شباب الصحوة
في ظل عدم اجتماع الشيوخ أخاطبكم أن تشكلوا ضغطا على شيوخكم وعلمائكم، اختاروا مشروعات منكم، مشروعات عاقلة لتنطلق هذه المشروع إلى الشيخ الفلاني والأخرى إلى الشيخ فلان والثالثة إلى الشيخ فلان، لتقول لهم إن لم يلتقي شيوخنا الآن ليوجهونا للحق ليبينوا لنا الخير من الشر والهدى من الضلال والحق من الباطل، فمتى إن ابتعد العلماء والشيوخ عن شبابنا في وقت فتنة وفي وقت محنة وفي وقت أزمة، فمتى سيجد الشباب شيوخهم وعلماءهم؟ لو تركنا المجال وابتعدنا عن أولادنا دون أن نضبط مشاعره وأقواله وأفعاله وأخلاقه بضوابط الشرع، سيتقدم غيرنا ممن لا يحسن أن يبين عن الله ورسوله. هذه سلبية مدمرة، هذه سلبية قاتلة، ينبغي أن نتحرك الآن لنبين الحق بحق بلا عنترية جوفاء وبأدب جم. نريد أن يتحرك الجميع بحكمة وعقلانية وحلم ورفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نريد أن تعود الثقة من جديد بين الشعب والشرطة، ليرجع الجيش إلى مهمته الحقيقية، واليهود الآن يهددون بلدنا، لا بد أن يعرف شبابنا هذا. لا ينبغي أن يبقى الجيش طويلا في الشوارع والطرقات، فالجيش له وظيفة، لا يمكن أن يعود الجيش لمهمته ووظيفته لحماية الحدود والثكنات من بني الصهيون إلا إذا أعد الثقة من جديد بيننا وبين رجال الشرطة. ففي رجال الشرطة شرفاء وأوفياء، لا ينبغي أن نشكك في الجميع وأن نتهم الجميع. لقد حذرنا ربنا من هذا التعميم، فقال جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نحاسب المفسدين، نعم، نقتص من المفسدين، نعم، لكن لا ينبغي أن نشكك في الكل، لأن هذه حالة قد تجر بلادنا إلى فوضى لا يعلم نتائجها إلا الله. يجب أن يرجع الجيش إلى ثكناته وحدوده ومهمته الرئيسية، ويجب أن تعود الشرطة إلى وظيفتها ومهمتها الرئيسية في حماية الشعب وتأمينه واحترامه وتقديره، وأن يمد الشعب أيضا يد الثقة من جديد لرجال الشرطة الشرفاء الأوفياء، لتعود الحركة مرة أخرى، ليشعر الناس بالأمن. الآن البلطجية والمفسدون المخربون يقطعون على الناس بعض الطرق. صحيح هي حالات فردية، لكن لو لم يستتب الأمن وينزل رجال الأمن مرة أخرى، ربما تتحول إلى فوضى، ربما تتحول إلى ظاهرة. ينبغي أن نتحرك الآن بحكمة وبعقلانية وبفهم دقيق وبوعي عميق لحجم الخطر الذي يحيط ببلدنا، لأنها قلب العالم الإسلامي والعربي، وأعداؤنا في الخارج والداخل يريدون لهذا البلد هزيمة لا تقوم منها أبدا. ولا ينبغي لنا ولا لشبابنا وأولادنا أن يمكن أعداءنا من هذا. ندير نفة العمل، نتحرك بحكمة، ننصح بأدب بلا عنترية الجوفاء، نكون إيجابيين، ننبذ السلبية. هذه كلها وصايا يجب علينا أن نحولها أيها الأفاضل في الأيام المقبلة، بل ومن اللحظة ومن الآن، إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. ولا ينبغي أن نيأس أو أن نقنط، فلن عرف التاريخ أرسل وخزرجه، فلله أرسل قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر بعد العسر. فلنبغي أن نهزم من جديد هزيمة نفسية النكراء، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتكلم، فضلا عن أن يتحرك. وكنت دائما وأبدا أقول: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا.
لكننا لم نحسن أن نشهد للحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا إلى أهل الأرض بحق. والباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويرف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانسوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، فنقوم لنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا دمويا وأحيانا متشنجا ومنفعلا. وهنا سنخسر الحق مرة أخرى حتى ونحن في طريق سودنا ودفاعنا عن الحق. فابدأ أخي الكريم، ابدأ ببيتك وابدأ بنفسك وتحرك لدين الله تبارك وتعالى، ولنلتقي على الأصول والأركان والثوابت، وليعفو بعضنا عن بعض، وليحسن الظن بعضنا في بعض، ولنتحرك لدين الله. فهذه مرحلة خطيرة إن لم يكن لنا فيها صمت، وإن لم يكن لنا فيها تجمع، فسوف نناس الأقدام ولن تكون لنا كلمة، وحينئذ لا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا. هذه كلمات من القلب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. ولولا أني مرتبط بمحاضرة أخرى الآن في طنطا لأطلت معكم أكثر من ذلك. جمعني الله وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله.